احنا تنعتبر بان القطاع الخصوصي هو مكون من مكونات المنظومه. دونك احنا نبقاو حارسين باش يبقى واحد التكامل ويبقى ايضا تكافؤ الفرص، ويبقى باش نشتغلوا ويكون الاطار ديال المراقبه ديال لا ريغولاسيون ديال هذا القطاع يكون بصفه منتظمه. هناك موضوع ديال الرسوم وديال الواجبات. احنا اشتغلنا، انا التقيت مع ممثلين القطاع الخصوصي في اخر يوليوز، وكان اللقاء مناسبة باش نطرقوا لواحد العدد ديال المواضيع، ومنها هذا الموضوع ديال الرسوم والواجبات، واللي كان أساسي هو التأكيد بأن هناك واحد العقد ديال اللي تأثر العلاقة ما بين هذا القطاع الخصوصي، المؤسسات الخصوصية وأمهات وأولياء التلاميذ. خص هذا العقد اللي بدأ السنة الماضية، ولكن في حاجة باش نراجعوه انطلاقا من بعض المبادئ. المبدأ الأول هو واحد المبدأ ديال الشفافية والوضوح، وهذا اللي تيفسر بأن الرسوم إذا ما كانتش مرتبطة بالخدمات ومرتبطة بنيات ديال المؤسسة، وحنا عارفين بأن كاين تباين ما بين المؤسسات وما بين وداخل الخدمات اللي هي متوفرة، راه الى ما كانش هذا واحد الوضوح واحد الشفافيه في هذا الموضوع، هذا ما يتمش، لكن يكون مقبول من لا طرف الاولياء ولا من طرف المنظومه. النقطه الثانيه اللي اكدت عليها هي ربط تدريب اماكن تسجيل التلاميذ ببعض الخدمات اللي ما عندهاش علاقة مباشرة مع المدرسة، راه هذا أيضا غير مقبول. اللي بغى يستافد من النقل المدرسي يبقى له الاختيار واش يستافد من النقل المدرسي ولا ما يختار، على حسب الخدمات، اللي بغى المطعمة واش بغى المطعمة ولا سميتو، تأمين ضروري، ولكن واش ياخذ يكون كيد شارج، لكن واش ياخذ تأمين مع هذه الشركة ولا مع هذه الشركة، كل واحد يتحمل أيضا المسؤولية ديالو. هادو سميتو. المبدأ الثاني هو حق التلاميذ في متابعة الدراسة. كاين بعض الأحيان، لكن بعض المؤسسات الحقيقة العدد ديالها ماشي، وكل ما توصلنا تكون على علم بان كان فيه مشكل تندخلوا على صعيد المديريات الجهويه ولا الاقليميه. هذا ما كنعتبروش بان التلميذ يرجع راهين واحد المؤسسه خصوصيه، اللي مهما كان الظروف، الا كان لكن ما كان يعني ديفيرون مع لي بارون، التلميذ ما خصوش يكون داخلية ديال هاد لو ديفيرون. نقطة أخرى اللي نتوما شفتيولها واللي هي أيضا أساسية، حنا في نفس الوقت هاد القطاع الخصوصي كاين خصو يحترم المقرر ديال سميتو، ويحترم أنا هادشي ديال كنت سمعت بأن احترام ديال المواد بعض المواد ما تيكونش احترام تام لبعض المواد، وهذا تيجعل بأن يمكن بعض الأحيان مازال خصنا نرفعو من المراقبة في هذا الاتجاه. ولكن حنا في نفس الوقت بغينا من هذا القطاع الخصوصي، أولا كاين اللي تيضيف لكن تضيف سوايع إضافية في بعض المواد كخدمة يقدمها، وهذا إضافة يحسن يمكن
النتائج وعنده اثر على التلامذ. هذا احنا تنشجعوه، انا ما يمكنش ما كاين فو با كون لي رونتر دون ان كاركون باش يديروا اكزاكتومون داكشي اللي تنديروا في التعليم. تنخليو واحد المجال ديال الابتكار لهذا التعليم الخصوصي، وهذا اللي تيفسر علاش بعض الاسر بعض الاحيان تتمشي لهذا التعليم اللي يمكن يكون فيه جانب ثاني. فيما الاخر انشطه الموازيه، وهذا حنا اللي تنطلبوا من هذه المؤسسات هما هذا البرنامج التربوي ديالهم يوضعوه ويكون اتفاق عليه، بما فيه الا كان تيستعملوا شي كتب اضافيه خص تكون موافقه على هذه الكتب. ولكن احنا ما تندخلوش، كاين واحد لو سوكل اللي هو لو سوكل كومون لو سيستيم اللي خصنا نحافظوا عليه، ولكن كاين واحد المجال اللي خصو يبقى مفتوح ايضا للابتكار والاجتهاد اللي هو تيساعد. كاين تجارب بعض الاحيان اللي هي موجوده في القطاع الخصوصي اللي يمكن حتى القطاع العمومي يستفيد منها. دونك انا تنشوف وهذا هو التصور اللي كاين في قانون الاطار، هو التكامل. الواحد تيلعب واحد الدور، خص المراقبه، خص التقنين افيك l'adaptation à des réalités légèrement différentes d'une ville à l'autre.